بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو هذا اعتقد انه راح يكون ان شاء الله الاخير من ناحية الداونلود ابليكيشن اللي كان طالبه بالاصل الاخ عبد الرؤوف من الجزائر، وطلب عليه تعديلات اضافية اخوي الاستاذ وحيد الساير. فبسم الله الرحمن الرحيم، الفكرة هنا ان شاء الله اليوم ان احنا بناخذ النت فايل شانكر واللي تكلمنا عنه بالمحاضرات السابقة. فايل شانكر مسج، هذه المسج في عندنا نظرة بسيطة على الاكسبشنز اللي فيها، فخلكم معاي. وطبعا انا اكتشفت المشاكل هذه بكثرة تنفيذ البرنامج والكود، وهذا مهم جدا في التستنج بصراحة. صحيح هو خارج نطاق الدروس اللي قاعد نعطيها، ولكنه مهم انك تشوف الكود مالك ما في مشاكل، شغال، اليوزابيلتي مالت استخدامه مباشر وسهل. فتشوف معي بعض الملاحظات في الميثود فايل شانكر. وذكركم ان الميثود هذه كانت تفتح input stream من النت وتنادي one chunk many times اكثر من مرة عشان تنزل القطع من input stream. فخلنا نشوف مع بعض هنا ان شاء الله بعض الاكسبشن. طبعا بالاكسبشنز او نقول عنها الكائنات البرمجية المعترضة، عندنا الاكسبشن يجي من ثروبل اصلا، والاكسبشن هو اقول ثروبل هو الاب الروحي حق الاكسبشنز كلها تقريبا. لكن مجموعة الاي او اكسبشنز، في اكسبشن يبدا بالباكج اي او لكنه ينتهي في باكج نت، هذا الاكسبشن. سوكت تايم اوت اكسبشن هو اللي انا قاعد اتكلم عنه، واللي ساعات يكون الاتصال رديء عندك او بطيء فيحدث في الاكسبشن هذا. هني بصراحة لازم نعاود نداء عملية فايل شانكر. ولكن في انواع اخرى من الاكسبشنز مثل سوكت اكسبشن. لا تنسى الجافا دوت نت مبنيه تقريبا على السوكت كونكشنز، وهذا نوع من برمجه النت. هذه الانواع من الاكسبشنز ممكن تحدث لك. وسوكت اكسبشن ممكن يكون خطا في الراوت، خطا في اليو ار ال اللي انت كاتبه. هني المفروض ما ننادي الميثود مره ثانيه لو حصل هذا النوع من الاكسبشن، او الملف اصلا مو موجود واللي هو انذر اكسبشن راح اتكلم عنه. فانا رحت وعدلت على اساس الخريطه هذه، هي نفس المسج فايل شانكر. انتم معي ان شاء الله. فايل شانكر المسج مكتوبه بالكامل عندك بالدرس السابق، وانا راح احطها لك اونلاين ان شاء الله مع التعديل هذا. في نهايتها، في النهايه كنا نسوي كاتش حق الاكسبشن ونسوي كول حق الفايل شانكر مره ثانيه على طول، كنا ناديه بالقيم اللي مثل ما اقول نوع من الريكيرجن. ولكن في مشكله هني بصراحه، ترى انت تعرف، لازم تعرف شنو الاكسبشن اللي انحذف بالفعل وعلى اساسه تتصرف. فمثلا انا هني اجيب الاكسبشن اي واشوف نوعه انستنس اوف، هل هو نوعه سوكت تايم اوت اكسبشن واللي هو انا تكلمت عنه قبل شوي، هني سوكت تايم اوت اكسبشن. نعم هذا هو. اذا هذا هو نعم اقول لك تايم اوت، وانا راح اسوي محاوله اخرى ريتراين، فانادي الميثود اوتوماتيكلي مثل ما انت شايف. لا والله الاكسبشن هذا نوعه لا مختلف، فايل نوت فاوند اكسبشن، فما في داعي ان انادي المسج مره ثانيه، الملف غير موجود. تمام؟ فهني اطبع لك المسج انه نوت فاوند، واقول لك نوت فاوند سكيبت، تم تخطيه. فخلي بالك مشكل اكسبشن النادي المسج فيها ريكيرسيفلي، هذا المفروض ما في داعي نوقف. كذلك في اكسبشن اخر واللي هو السوكت اكسبشن، واللي هو يحوي المجموعه هذه بالكامل من الاكسبشن. فانا اخترت الاب لهم بالانهرتنس هايراركي، ولاحظ انه من جافا دوت نت وليس من جافا اي او. معي ان الكونكشن اكسبشن نو راوت، مشاكل في اليو ار ال نفسه. ايضا هذه ما راح تخدمك في الداونلود لو ناديت العمليه مره ثانيه. فهني مهم جدا اني انا اقول لك اطبع لك المسج واقول لك ايرور ان ذا اندرلاينج بروتوكول، الاتصالات خاطئه اصلا، واسوي سكيبنج، ما انادي الا في الحاله هذه فقط. فأرجو التدقيق والتعديل مرة أخرى، وإن شاء الله هذا التعديل موجود أونلاين. حلو، الحين نشوف محاضرة اليوم ونشوف الفكرة منها. في البداية أحب بس أقول شيء واحد، أن المسج عندي راح أرسمها بالشكل هذا، فلا تنسى معي، ركز معي. إذا شفت الشكل هذا يعني في مسج عندي ولها اسم. الفايل شانكر إذا براجع معك فهو هذا شكله، شوفه معي. النت شانكر عفوا، النت فايل شانكر. كان عندي فايل شانكر تسحب من النت input stream معي، وهي تنادي بعدين عملية one chunk، وعملية one chunk تخرج لي الchunks، هذه chunk وهذه chunk وهذه chunk 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 واحدة واحدة. وفي النهاية بقوم بعملية merge file chunks يعطيني الملف بالكامل، شايف معي إن شاء الله.
اعتقد هذا احنا عارفينه من درسين سابقين. حلو، شنو الاوتوميشن او العمليه الاوتوماتيكيه اللي بسويها في المحاضره هذه؟ نعم، العمليه غير شوي. راح افترض ان عندي انا لسته من الملفات اللي بسوي لها داونلود، مش ملف واحد، مجموعه من الملفات، فليست اوف فايل تو داونلود، وهذه راح تكون في تكست فايل، في تكست فايل. طيب عشان اسحب القائمه هذه محتاج اني اعرف عمليه اسمها جيت داونلود ليست، فاسحب القيم من التكست فايل. حلو، ولما اسوي داونلود حق ملف واخلص منه، شوف معي، اسوي ابديت حق اللسته ان هذا الملف تم تنزيله مثلا معي، فهذه العمليه الثانيه. فعمليه تسحبهم كلهم، عمليه تعدل على اللسته، هذا المهمين. الاولى جيت داونلود ليست يجيبك اياها، الثانيه ابديت داونلود ليست يعدل لك ان الملف الفلاني تم تنزيله وياخذ اللي بعده مثلا وهكذا. طيب لو انت جبت اللسته هذه، المفروض في من ياخذ من اللسته العنوان اليو ار ال، وياخذ اسم الملف الفايل نيم، ويبدا ينادي البوكس هذا بالكامل. هذه العمليه راح يكون اسمها ستارت داونلود معي ان شاء الله. فاول شيء بننادي القائمه هذه، نطلعها بالاري مثلا، هي بناخذ اول واحد بالاري بننادي هذا عليه كله، بعدين نروح نسوي، شوف معي، نسوي ابديت، بعدين ناخذ الملف الثاني وننادي، وبعدين نسوي ابديت، بعدين ناخذ الملف الثالث. طبعا هذه لسه جايه هنا، الري قاعد هنا، ما في داعي كل شوي نفتحه عشان نقرا من عنده، نسوي داونلود ونسوي ابديت. فاذا وقف ونفذ مره ثانيه يجيب اللسته مره ثانيه معدله، اللي صار له داونلود خلاص، واللي ما صار له يبدا فيه، تمام، وهكذا. فيصير اوتوميشن، تحط مثلا بالتكست فايل مثلا 100 ملف، وهذا يشوف شغله ينزلهم كلهم تشانك تشانك ويدمجهم ويجيبهم لك. ملاحظه بسيطه بعد لقيتها، ان لما تكون مثلا تبحث عن ملف في النت مثلا باوربوينت فايل، وهذا الباوربوينت فايل مثلا موجود بكذا موقع بنفس الاسم، هني في مشكله مع اللسته صراحه، ان اسمه برزنتيشن 1 مثلا، دائما كلهم يتركون اسم الباوربوينت فايل برزنتيشن 1. اذا انت نزلت اول واحد، ثاني واحد يتنزل يسوي اوفر رايت على الاولي بالهارد ديسك عندك. فانا زدت عليهم صراحه، ان صحيح ان احنا ما نقدر نغير اسمه بالموقع اللي راح نسحب من عنده، ولكن لما ننزله نقدر نغير اسمه. فزدت عمليه اسمها رينيم، رينيم فايل. طبعا في رينيم عاديه موجوده في الجافا اي او، ولكن هذه شوي افضل. فكل ملف بنيبه بنغير اسمه حسب التسميه اللي نبيها. ففي تشانس عندك هني، في فرصه ان اللي تنزله تحفظه باسم اخر، فتحافظ على جميع النسخ الموجوده عندك بدون مشاكل. فنلاحظ العمليه هني، الكلاس سميته داونلود ليست اوتوميتر، اللي يقوم بعمليه الاوتوماتيكيه في اداره الداونلود ليست. فمعاي ان شاء الله لكتابه هذا البرنامج، واللي هو كلاس دي ليست اوتوميتر. شوف مع بعض واحده واحده. الداونلود ليست التكست فايل اللي انا تكلمت عنه هني، هذا شكله. فاللي صار له داونلود الابديت داونلود ليست تكتب قدامه داونلود داونلودد، واللي لسه ما صار له داونلود يكون موجود هنا. طيب السطر يتكون من شنو؟ السطر يتكون من يو ار ال، بعدين هني في مسافه، رجاء حافظ على المسافه، بعدين يجيك اسم الملف في الموقع فايل نيم، وبعدين هني في مسافه، ورجاء حافظ على المسافه هذه، بعدين هذا الاسم الجديد اللي تحفظه فيه النيو نيم معي ان شاء الله. انتاج صفحه مثل كذي وايد سهل باستخدام اكسل، مايكروسوفت اكسل، وهذا محتاج يعني تمرس باكسل، فان شاء الله واضحه الفكره. فحتى لما نكتب قدامه داونلودد يكون ستيل مكتوب بالثلاثه اجزاء اللي انت شايفه معي، هذا جزء وهذا جزء وهذا جزء، والمسافه تفصل بينهم معي ان شاء الله. فهذا الشكل الرئيسي. طبعا في البدايه لما تكون حاطه القيم ما في داونلود، كلهم HTTP يبدون. وانا لحظه يا جماعه، دائما نكتب اليو ار ال يبدا في بروتوكول نيم مثل HTTP FTP وغيره، احنا ناخذ HTTP. اللي بيشتغل على FTP وغيره في نظم اخرى مثل اباتشي كومون جاهز ومفيد جدا وسريع، ولكن احنا على HTTP. قائمه مثل هذه صراحه تقدر تحصل عليها من جوجل، ولكن يبي لها شغل شوي. على العموم نروح الحين خطوه خطوه في برنامجنا او ملفنا اللي كنا قاعد نتكلم عنه، اللي هو دي ليست اوتوميتر، هذا اسم كلاسنا. والشرايح اللي بتشوفها معاي مسد مسد، الفاريبل داونلود فولدر راح يكون هنا طبعا، هنا ما في شيء.
طيب فهو public static string في الداونلود فولدر اللي احنا تكلمنا عنه من قبل الأمثلة السابقة في الدروس السابقة. حلو، المثل الأولى شنو اسمها؟ اسمها get download list وترد على شكل string array. بنسوي فيكتور، ايش حقه فيكتور؟ ممكن list عادية إذا تحب الفيكتور duplicating أيوة أي نوع تبي، بس لأن هذا الحجم ماله dynamic لأن احنا مو عارفين صراحة كم سطر راح نقرأ من هني بالضبط، فعشان شي ناخذ شيء من الكولكشن فريم ورك. على العموم buffer reader file reader download list folder او download folder with download list text. ففتح الملف هذا، شايفه معي ان شاء الله؟ بطل الملف هذا. طيب تبدا القراءه، راح تبدا القراءه الحين. سوينا line وطريقه قراءتنا العاديه حق line. حلو، line سوي له trim لان احتمال يكون في انتر مطقوقه بالغلط يعني داخله بالملف empty spaces، فنسوي trimming فهذا يضغط السطر ما يخلي فيه يعني إذا كان سطر فاضي يتجاهله بالطريقة هذه بعد. تمام، وإن الكاركتر الأولي في السطر ليس حرف الدي، يعني إذا كان بادي بحرف الدي مثل ما أنت شايف هني هذا راح يلغيه، ما راح يأخذ معه، ما يحسب الحسبة، فيصير فولس، فيروح السطر اللي وراه ما يضيفه بالفكتور كلاين. فاللاينز اللي راح تنتهي بالفكتور هذا معي إن شاء الله اللي هم اللاينز اللي هني فقط، شايف معي هذيل بس اللي ما فيهم بداية بحرف الدي. في واحد بيقول زين إذا كان البروتوكول يبدأ بحرف الدي، ما في بروتوكول تقريبا حاليا في شغلنا هذا يبدأ بحرف الدي، فراح تشوف إن كل HTTP اللي هني راح يطيحون داخل الفكتور، فكل سطر يبدأ بحرف غير الدي راح يضاف بالفكتور. زين نسكر البفر ريدر ونروح على طول نحول الفكتور، تحويل الفكتور إلى array، وطبعا الarray اللي بنرده اسمه TBR، أنا سميته TBR. نعم انا عرفته هني وعطيته حجم، وهني حولت الفيكتور الى الاري ورجعنا الاري على طول. تمام، ان شاء الله واضحه هذه العمليه. فالعمليه راح ترد لك الاري، والاري لا تنسى يتكون من سطر كامل بالضبط مع السبيسز اللي فيه. هذه العمليه اللي هي get download list. العملية الثانية إن شاء الله واللي مهمتها اللي إن تقوم وتقول إن السطر هذا صار له داونلود خلاص اللي هي الأبديت. فالأبديت داونلود ليست تقول لك تكتب لها اسم الملف اللي تبينا نشيله. طبعا أنت متوح على السطر بالكامل، شوف معي هذا السطر ينتهيني أول جزء منه، هذا الجزء الثاني وهذا الجزء الثالث. اللي لا يمكن يتكرر هو اسم الملف في الهارد ديسك عندك، فهذا الاسم. فأنت لو أعطيتني هذا الاسم أنا أبحث في القائمة هذه وألقاه، إذا لقيته بحط قدامه كلمة downloaded شخصتي معي إن شاء الله. فهذه الفكرة، فالمثل هذا تأخذك من الشكل هذا إنه اثنين downloaded إلى هذيل كلهم downloaded مثلا. طبعا كم مرة منبدينها؟ واحد اثنين ثلاث أربع خمس مرات معي إن شاء الله. ولكن اسم الملف اللي بتعطيه إياه كإنبوت هو الاسم الجديد اللي راح تحفظه في الهارد ديسك اللي لا يتكرر. على العموم شوف معي كتابة الكود هنا، فيكتور أول شيء، طبعا هذه المثل وهذا اسم الملف الجديد اللي هو القيمة الأخيرة في السطر اللي موجود بالملف. نعم سوينا فيكتور كالعادة من المعارفين السايز. بنبدأ بالقراءة مثل ما سوينا من قبل، وعندنا line وفايل نيم، بناخذ اللاين وبنشوف هل اللاين هذا أكبر من صفر يعني مو سطر فاضي. أوكي الترمينج ماله حلو، بنسوي سبلت على اساس السبيس. هذا شوف سبلت هني في سبيس، ها السبلت هني على اساس السبيس، وراح ناخذ القيمه الثانيه يعني هما سطر وسبيس، تكمله كلمه وسبيس هذا. فهذا رقم صفر في السطر ورقم واحد في السطر، رقم اثنين اللي هو اسم الملف الاخير اللي راح يحفظ فيه، راح يصير رينيمينج ان شاء الله. نعم ندور اول شيء، انت قريت سطر بالكامل معي ان شاء الله. طبعا لاحظ إن راح فتح الملف هذا مرة ثانية وبدأ يقرأ، ولما راح سوى سبلت حق الأخير الاسم الأخير والرقم اثنين، يا برقم اثنين سماه فايل نيم. يقول هني إذا الفايل نيم اللي هو ماخذه من الملف يساوي النيو فايل نيم اللي أنت تبي تشيله من هني، شوف معي وصل الخط الأحمر. نعم إذا هذا كذي فالسطر مالي يتغير الحين، بدل ما يكون سطر مثل ما كان وأنا قرأته من هني. تمام؟ لا الحين أقول له
داونلودد ومسافه شخطتين ومسافه وبعدين اسم اللاين، فاللاين يتغير يصير معاه كلمه داونلودد واضيفه بالفكتور معي. اذا واذا كان الاسم غير مشابه ما راح اضيف شيء، هذا السطر لن يتنفذ واي سطر اقراه راح ينضاف في الفكتور، فراح يتغير مره واحده على حسب اسم الملف الموجود. حلو، في النهايه راح يصير عندي فكتور جاهز للكتابه، والملف اللي احنا كاتبينه هنا راح ينحط قدامه كلمه داونلود. نسكر الملف، نسوي سورت هنا عشان حرف الدي يكون اول شيء، ما في داعي نسوي سورت ولكن اوكي. برنت رايتر على بفر رايتر على نفس الملف مره ثانيه. طيب نكتب الفكتور بالكامل مره ثانيه بالملف بس مثل ما هو. لاحظ ان الفكتور فيه ديتا صحيحه الحين، وان الملف هذا اللي بنشيله من لسته مكتوبه كلمه داونلودد قدامه. نسكر البفر رايتر ونسكر كل شيء. كذي المثل هذه ان شاء الله تكون واضحه. فليه الحين باقي علينا بعد عمليه، لاحظ معي خلصنا هذه وخلصنا هذه، باقي عمليه رينيم وعمليه ستارت داونلود. عمليه رينيم بسيطه جدا، عطني الفولدر اللي فيه الملفات الداونلود فولدر، الاسم الحالي والاسم الجديد. بالنسبه حق الاسم الحالي بنسوي له فايل اوبجكت، والاسم الجديد بنسوي له فايل اوبجكت. اذا الفايل الاولي هذا موجود فعليا كملف بالهارد ديسك، خلاص سوي له رينيم على حسب الاسم الجديد. معي ان شاء الله؟ فعمليه مباشره ان شاء الله. طيب كذي يكون باقي علينا العمليه الاخيره حسب الخطه اللي هنا عندنا، فبنتكلم عن ستار داونلود. فهذه راح تجمع ان شاء الله فيها جميع العمليات اللي بالكلاسز. اول شيء بسحب قائمه الملفات اللي بسوي لهم داونلود باستخدام عمليه جيت داونلود ليست. طبعا هذه عمليه ستار داونلود وهي void. سوينا الاري حلو، بنعرف السورس باث والفايل نيم والنيو فايل نيم الاسم الجديد، ولهم موجودين في كل سطر في اللسته هذه. اول شيء بنسوي الشنك سايز مثل ما احنا عارفين حق النت فايل شنكر، لازم تعطيه حجم الباكت، واحنا نقول 100 كيلو، تقدر تغيرها هنا اذا تبي. بنسوي لوب بسيط ومباشر ان شاء الله معي على كل الملفات اللي موجوده بالقائمه اللي هني، شايف هذه؟ حق كل ملف بنسوي الخطوات التاليه. الخطوه الاولى بنطبع لك ان اسم الملف وانه is downloaded downloading حاليا، اسم الملف وانه جاي يصير له downloading. طيب السورس باث بالنسبه حق السطر، لا تنسى السطر مالنا كذي اللي انت قاعد تقراه اللي موجود في الاري هذا، وانه ينقسم الى ثلاثه اقسام. القسم الاول URL، القسم الثاني اللي هو الفايل نيم، القسم الاخر النيو فايل نيم، وهذا رقم صفر بالاندكس على رقم واحد، وهذا رقم اثنين. رقم واحد URL بنحطه بالسورس باث، رقم اثنين رقم صفر عفوا، رقم واحد بنحطه باسم الملف، ورقم اثنين اللي هو النيو فايل نيم. طيب نت فايل شانكر، فايل شانكر اسحب لي الملف، هذا اول شيء. بعدين بنروح النت فايل شانكر ميرج، بعد ما تخلص شانكينج لا تنسى ان هذه العمليه مثل ما شرحناها في السابق بتنادي وان شانك وبتبدا تنزل شانك شانك مع بعض. طيب بعدين بتنادي انت هني العمليه اللي بعدها ميرج فايل شانكس، تعطيه الدايركتري وتعطيه اسم الفايل فيدمجهم لك. حلو، بعدين بتنظف الشانك دايركتري فتشيل الشانكس الموجوده. بعد كذي بتسوي رينيم حق الملف الى الاسم الجديد اللي انت شايفه معي. بعد ما خلاص بتسوي ابديت حق اللسته مثل ما احنا عارفين، بتقول ان هذا صار له داونلود، خلاص تحط قدامه كلمه داونلود وتعاود العمل مره اخرى وخله شغال، ومتى ما وقف شغله مره ثانيه. ملاحظه بسيطه، الفاريبل اللي هني راح نسوي له سيتنج في المين ان شاء الله، اللي راح تنادي اصلا ستارت داونلود. وبكذي ان شاء الله تكون اكتملت الصوره. داونلود ليست اوتوميتر بياخذ قائمه ويبدا ينادي وينزل لك الملفات بالاسماء الجديده اللي انت ترغب في الحفظ فيها. بنشوف مع بعض التنفيذ على الكمبيوتر. تشوف معي هني الداونلود ليست اوتوميتر بالميثودز اللي فيه. طبعا هذا فاريبل اللي هو داونلود فولدر، ولازم نسوي له سيتنج في المين، لا تنسى في المين ميثود انا حاط معرفه اول شيء قبل ما انادي عمليه ستارت داونلود، فهذه المين راح تنادي ستارت داونلود فقط. فنبدي مع بعض ان شاء الله نشوف، نروح على الميثود الاولى نسكر المين ونشوف الميثود الاولى
اللي هي عندنا هني اللي هي update download list. فبتشوف معي ان شاء الله بالشكل هذا شوي. الابديت داونلود ليست بتاخذ فيكتور اول شيء، تسحب الملف، وانا هني الملف بصراحه لازم اسوي كذي عشان تشوف. فاير ريدر بياخذ الداونلود ليست بيسحبها على بفر ريدر. البفر ريدر راح نبدا نقرا من عنده سطر سطر، واذا السطر ما هو نال ممكن يكون فاضي السطر فيه سبيسز بس، فنستخدم التريمينج. بعدين نسوي سبليت، ناخذ القطعه الاخيره اللي هو الاسم الاخير في الملف. نعم الاسم الاخير في الملف اللي هو الاسم اللي راح نحفظ فيه بالهارد ديسك عندنا. فان كان الاسم اللي جاي حق الميثود عشان نشيله من الليسته تمام هو مطابق للاسم اللي موجود بالملف، فهذا السطر غير عن باقي الاسطر، راح نحط له كلمه داونلود. اما الاسطر الباقيه فكلها حتى اللي فيها داونلود ما راح تدش داخل الاف ستيتمنت هذه، مجرد راح تضاف على الفيكتور كما هو. وهذا لوب يقوم بالعمليه بالكامل حق جميع الاسطر اللي في الملف اللي هو داونلود ليست.txt. بعدين بنسكر بنسوي سورتنج. اذا تحب عشان حرف الدي يكون اول شيء تقدر تتنازل عن السورتنج اذا تحب. برنت رايتر عاديه حق نفس الملف اللي سكرناه كهوني، مثل ما انت شايف انا طق انتر عشان تشوفه معي تمام. وبكذي يكون انتهى الموضوع في فتح الملف. نكتب جميع محتويات الفيكتور داخل الملف هذا ونسكر، تنتهي الميثود ابديت. ميثود جيت داونلود ليست اللي هي تجيب القائمه بالكامل معي ان شاء الله، نشوف الميثود مع بعض. بتسوي فيكتور لان احنا مو عارفين كم ايتم راح نسوي له داونلود. نفتح بفرد ريدر وبنسحب فيه داونلود ليست، بنسوي لاين، نقرا اللاين. هذا طريقه القراءه اللي تعلمناها من قبل، وان اللاين ما يساوي نال اذا اللاين ما هو عباره عن مجموعه سبيسز، والكاركتر الاول فيه لا يساوي حرف الدي مثل ما كنا نقول، لا يكون في مثل ما نقول داونلودد مكتوبه فيه بالبدايه. فلاحظ معي اذا كان ملف الداونلود بالشكل هذا عندنا اللي فيهم كلمه دي تبدي هني، هذا كلهم بيصير لهم سكيبنج، ما يقرؤون ولا ينحطون معانا في الفيكتور معي ان شاء الله. وهذه الشاشه صغيره ولكن لكن هذين اللي راح يتم اضافتهم بالفيكتور. وبعدين بعد الاضافه بالفيكتور نسكر ونحول الفيكتور هذا الى string array ونرد string array. عملية الرينيم ايضا مباشرة، تاخذ الملف بالاسم القديم وتحوله الى الاسم الجديد حسب اللي موجود عندنا باللستة هنا. يعني كان اسمه بالطريقة هذه يتحول الى الاسم بالطريقة هذه. وفي النهاية عندنا عملية start download. العملية هذه بتسحب من العملية اللي فوق عندنا get download list، بتجيب array بتسوي عليه loop. طبعا قبل الكلام هذا بنعرف variables عشان نمسك فيهم سطر كامل، وكذلك راح نسوي لوب على حجم الاري اللي جاي معانا. هني عندنا طبعا الشنك سايز بالضبط، تقدر تغيره في المكان هذا اذا تحب. وبعدين اللوب يبدا، اول شيء بنكتب له كلمه داونلودنج، وبعدين بتشوف انه سورس باث هو اول قطعه في السطر، والفايل نيم ثاني قطعه في السطر، والنيو نيم راح يكون ثالث قطعه في السطر مثل ما انت شايف معي ان شاء الله هني. هذه اول قطعه في السطر، وهذه القطعه الثانيه، وهذه القطعه الاخيره. على العموم بالنادي فايل شانكر بيسحب الملف كقطع، وبعدين راح نسوي لهم ميرجنج حسب الاسم اللي مكتوب عندنا. بعدين راح نسوي ديليت حق الشانك، راح نمسحهم. وبعدين بنسوي رينيمينج من الميثود هذه نفسها، رينيم هني بالاسم الجديد. وبعدين بنسوي ابديت حق الليسته بالعمليه هذه، وبنعيد العمليه هذه على كل فايل موجود عندنا في الملف سحبناه وحطيناه في الاري. نشوف التنفيذ ان شاء الله مع بعض. شوف معي هني ان شاء الله التنفيذ، انا بالفولدر اللي هو التست مثل ما انت شايف معي. فراح نبدا تنفيذ هذه الليسته، انا فضيتها من اي شيء داونلودد، فهذه الاسماء مثل ما انت شايف ان شاء الله، فكلهم بننزلهم. نسكر الليسته، نبدا مع بعض هني نسوي كلير بس. نبدا مع بعض تنفيذ الكود اللي موجود عندنا طبعا في المين. فشيفت اف 6 يبدا التنفيذ ان شاء الله. خليك معي راح تشوف ان الليسته تحت شغاله، ممكن توقفها بالمكان اللي تبيه، يعني اوقفها هني مثلا، وقفتها. فارجع على الكود واشوف الا في مجموعة ملفات نزلت معي. شايف معي من هني لهني. 1 2 3 4 5 6. شوف الليستة. نعم 1 2 3 4 5 6. نكمل الباجي. سكر. ونقول اكمل.
شيفت اف 6 راح اكمل التنفيذ ان شاء الله وماشي معك تحت القائمه ان شاء الله. بدا الداونلود، تقدر توقف في المكان اللي تبيه. وانا بتركه صراحه لين خلص، فنشوف مع بعض هني ان شاء الله اللسته. اول شيء لاحظ كلها داونلودد وخلصت، وكذلك تشوف ان الملفات وصلت بالكامل. ويعطيكم العافيه على حسن الاستماع، انا اسكر موضوع الداونلود ابلكيشن ان شاء الله.